ويعني في حالة من التعجب الشديد نتجت عن تصريحات الرئيس بايدن لدى عموم المصريين والعرب أيضا خلينا نقول، ومستغربة هذه التصريحات في هذا التوقيت وفي ظل مساعي حثيثة من مصر وغيرها من الأطراف الإقليمية لإقامة سلام حقيقي والدفع بحل الدولتين. انت قرأت ازاي هذه التصريحات ومن بنى عليها في الداخل الأمريكي؟ أنا يمكن مش مهتم قوي بقصة زلات اللسان لأن تعودنا عليها، لكن مهتم بما يخص مصر والعرب والقضية الفلسطينية. فضلي حضرتك. يعني الإطار العام، رغم أنك مش مهتم بزلات اللسان، بس الإطار العام أصلا فهمناها وعرفناها يعني خلاص. الإطار العام، لأن هنا هو تقرير رسمي حكومي من المحقق الخاص اللي كان بيحقق في تحقيقات احتفاظ بايدن بوثائق سرية في مكتبه وفي بيته. فالتقرير المكون مما يقرب من 400 صفحة انتهى إلى عدم توجيه يعني اتهامات جنائية بسبب ضعف ذاكرة الرئيس بايدن وكبر سنه، وهذا هو العنوان الرئيسي. كل الصحف وقنوات التلفزيون الأمريكية تركز الآن على التصريحات المثيرة للجدل التي تضمنت الخطأ في منصب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأنه قال الرئيس المكسيكي. فهناك قلق كبير على ذاكرة الرئيس الأمريكي الحالي الذي يسعى لحملة لإعادة انتخابه، وبالتالي البقاء في البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة، وبينما يعاني من ضعف الذاكرة ومن أخطاء متكررة لم تكن يعني مجرد زلة لسان يمكن أن يخطئ فيها أي شخص مفهوم طبعا في السن أو كبير في السن. نعم، ومع ذلك الرد المصري كان رد لبق دبلوماسي حريص على العلاقات و بدون خطأ في حد، بدون تجريح، بدون إساءات شخصية، وده الخطاب اللي تعودنا عليه من الرئاسة المصرية السنوات الماضية. فضل يا حضرتك. يا جميل، في كان نقطتين في الخطاب أو المؤتمر الصحفي بالأمس. أولا أنه انتقد إسرائيل بشكل كبير وقال أن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة تجاوزت الحد المقبول، وفي الرد والضربات الانتقامية. هذا يعني مستوى من التوتر خلف الكواليس حقيقة، لأن كان هناك ضغوط أمريكية كثيرة ومطالب ومحاولات لدفع صفقة بين حماس وإسرائيل تتم على ثلاث مراحل، ويتم من خلالها إطلاق سراح بعض الرهائن. إطلاق سراح الرهائن سيحقق نصرا سياسيا للرئيس بايدن، وكان هذا هو السبب في هذا الدفع الأمريكي الذي أشار عنه بالأمس. أيضا ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وهنا أخطأ الرئيس بايدن في الإشارة إلى أنه ضغط على الرئيس السيسي لكي يفتح معبر رفح، وكان رد الرئاسة المصرية واضحا ومهذبا وصارما ومقرونا بالأدلة والتواريخ حول الدور المصري في بشأن الأوضاع في غزة والأمور المتعلقة بفتح واستمرار فتح المعبر من الجانب المصري، وإلقاء أو يعني تذكير بأن إسرائيل هي التي قامت بقصف الجانب الفلسطيني من المعبر وأدت إلى تعطيل وصول الشاحنات، وهناك الكثير من الأدلة حتى داخل وسائل الإعلام الأمريكية التي كانت تشير إلى وقوف شاحنات بعشرات المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية التي كانت تقف في انتظار موافقة إسرائيل على الدخول. فهناك أدلة كثيرة على ذلك، لكن كما قال ضيفك هناك الآن مرحلة يعني نوع من التحدي الإسرائيلي للجانب الأمريكي في إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.